في هذه النقطة الصغيرة من الكرة الأرضية، وبقارة أفريقيا وببلد اسمه المغرب، تجد قارة في شماله اسمها دوار بوليد، تابعة لجماعة جلاز، إقليم تاونات، جهة فاس مكناس. دوار بوليد أو أبو الوليد أو دوار ولد الحجام، هكذا كان يسمى قديما، ويوجد في قبيلة الجاية. سيرا على نهج أجدادهم، يتم الاحتفال في كل سنة، وفي اليوم السابع من العيد المولد النبوي باللمة، أو كما يسمى بالسابع. فيه يتم إحياء الموروث الثقافي للمنطقة. فيه يتم الاحتفال بطقوس خاصة. تلتئم الجماعة، ومصطلح الجماعة يعني مجموعة من سكان الدوار. في هذه المناسبة تتم مجموعة من الأنشطة، وفي هذا الفيديو سوف أحاول تقريبكم وتعريفكم بهذه الطقوس. أمام هذا الكم الهائل من الحضور والذين يأتون من الدواوير المجاورة والأقاليم المجاورة، ومنهم من يأتي من المناطق البعيدة، يتم الاحتفال بهذه المناسبة تحت دقات فن التبوريضة الجبلية، وفن الغيطة، وفن الهيتي. أمام هذا الحضور يتم الاحتفال بهذه الذكرى، والتي ينتظرها الكبير والصغير، ففيها تتم مجموعة من الاحتفالات، وفيها يفرحون الأطفال قبل الكبار. إنها مناسبة تظل راسخة في أطفال هذه القرية أو من يحضرون هذه المناسبة. بالصلاة والسلام على خير رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتم الجولان في مجموعة من ركون هذا الدوار بالأمداح النبوية الشريفة. يتم الحمد والشكر والصلاة والسلام على رسول الله. سيدنا أبو محمد عليه السلام، اللهم صل وسلم على تحت نغمات الغيطة، ومن
تحت دقات البارود وبالمديح والصلاة والسلام على رسول الله. بالصلاة والسلام على رسول الله والدعاء يتم ختم هذا الاحتفال بهذه المناسبة. وهنا يتم شراء الهدايا وشراء الحلوى للأطفال، ثم يبدأ حفل الاحتفال بفن التبوريضة وفن الغيطة وفن الهيت. وأترككم مع هذا الاحتفال وأتمنى أن ينال إعجابكم. Thank you.
بهذه الصور الجميلة الموروثة من تقاليد وعادات المنطقة، أتمنى أن يكون هذا المنشور نال إعجابكم، وفيه تم تعريفكم بطقوس تقاليد هذه المنطقة.